هذا وقد شارك رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر دكتور القس أندريا زكي في احتفال أحد السعف بالكنيسة الإنجيلية الثانية بأسيوط وسط حضور شعبي من محافظة أسيوط. وفي كلمته خلال الاحتفال قال القس أندريا زكي إنه يصلي في هذه الأيام المباركة لأجل بلادنا الغالية مصر والمصريين وسلام العالم. والجمع أكثر فرشو سيارة ركب على جحش ابن أتان ودخل إلى أورشليم بطريق